قبالة شاطئ جزيرة قرقنة في جنوب تونس، تعمل سارة السويسي على كسب لقمة عيشها من خلال صيد الأسماك في مهنة كانت لزمن طويل حكرا على الرجال. هو المجتمع بتاعنا ما يرحمش وما يقبلش أن المرأة تبحر، فهمت؟ وأنا كبشت وشديت صحيح وهكا حبيت نسرح، نحب البحر، هوايتي البحر من الصغر. وتواجه الصيادات أيضا تحديات مناخية قاسية مثل ارتفاع درجات حرارة مياه البحر في شواطئ الجزيرة. كذلك يتفاقم التهديد الذي تواجهه الحياة البرية بسبب الصيد الجائر والأساليب غير المستدامة مثل المصائد البلاستيكية المستخدمة لاصطياد الأسماك أو شباك الجر التي تجرف قاع البحر وتتلف مستوطنات الأعشاب البحرية. درينت البلاستيك هيك قلقتني، مش كان انا البحارة الكل او قلت هو في الصيف يخدموا فيه هاك الفليك اللي ترى فيهم هالكبار الكل، هيك انا يصرحوا للبعيد عن نومر البعيد يجيبوا في القرنيط اللي قد هيك، هيك ما احترموش الموسم بالكل. خطر احنا الموسم بتاع القرنيط وقتاش يبدا وقتاش هيك يكمل، فهمت؟ هما لا. وفي منطقة رواد شمال تونس العاصمة، نظمت جمعية الصيد المستدام في حزيران يونيو الفائت ورشة تدريب للنساء في مهن الصيد. إنه نحن نخلق موارد رزق إضافية للمواطنين وإلى المتسكنين متاع منطقة رواد، خاصة اللي نحن اليوم نو سوم سوجيسي أ بليزيوغ بروبليماتيك، باش ما نقولش بروبليم، كيما شانجمون كليماتيك، كيما نقص ريالمون هالثروات هذه أكوز دو شانجمون كليماتيك، كيما لي موفيز براتيك اللي هما موجودين كيف كيف في ميدان الصيد البحر، دونك هذايا الكل ما نجموش نتجاوزوه كان بحلول انترميديير وإلا حلول وسطية، منها إدخال ولا إدماج المرأة لانتيغراسيون دو لا فام. وتؤدي المرأة دورا نشطا ومتنوعا في مختلف فروع هذا القطاع الحيوي في تونس، والذي يمثل مع تربية الأحياء المائية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تحظى بالتقدير المستحق بحسب دراسة حديثة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو. بلاصة متاعنا معناها كلها بحارة، وزوجي بحار والأب بحار، دونك قلت خليني نزيد نطور، كان فما حاجة تطور في الخدمة هذا يا ميسالش علاش لا. ونحنا في رواد مالغري اللي هما بحارة ناقصين برشا حاجات في الكوميرس مثال متاعها متاع لي ماتيغ بخوميييغ كل شيء معناها. وفي حين لا تتوفر إحصاءات بشأن حجم دور النساء من إجمالي عدد الصيادين البالغ 44 ألفا في العام 2023 بحسب المرصد الوطني الفلاحي، فإن 60% من العاملين في القطاع الموازي في البلاد هم من النساء.